هذه هدف فيها السرعة وفيها الزيادة عددية وفيها انطلاقة وفيها السرعة. راح 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 عدى راح خميس يوسف ناصر الكويت تامر ويوسف يطامر هدف ليوسف ناصر وسجل بعده مهارة فردية وصناعة رائعة من عبد الهادي خميس. يوسف يسجل ويحضر في الحفل الكبير. هذا عبد الهادي، هذا خميس، هذه السرعة، هذه الانطلاقة، هنا المرور، هنا التمريرة، وهذا يوسف مهاجم المنتخب الكويتي والهداف. لا يمكن الغياب بالتأكيد في هذا اليوم المهم. يضع بصمته يوسف ناصر الرقم 20، الكرة في الشباك، هدف يحسب بشكل كبير بالتأكيد لعبد الهادي خميس. سريع ما شاء الله، الكرة بتتحول، ولاعب من اللاعبين أيضا ينتظر مستقبل مع الكرة الكويتية. يوسف يسجل هدف رابع لنجوم الكويت. لتصبح النتيجة